السبب ده يرجع لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، السبب ده يرجع لاصلاح البنيه التحتيه اللي موجود، السبب ده اصلاح القوانين والتشريعات اللي كانت مرتبطه بقوانين الاستثمار، السبب ده حزمه التشريعات وكان على راسها التراخيص الصناعيه وقانون الافلاس وقانون الشركه الفرد، كل دي قوانين كانت مطلوبه علشان جذب مزيد من الاستثمارات. السبب ده ان انا عندي بيئه تنافسيه، ان مصر اتقدمت فيها اكتر من 23 مركز خلال الفتره الماضيه علشان تقدر تتنافس الدول العظمى او الدول الكبرى في المنطقه العربيه وافريقيا، وتكون هي الاولى جذبا في المنطقه العربيه وافريقيا. سبب ده محور قناه السويس، احد اكبر مناطق صناعيه من 7 مناطق صناعيه على مستوى العالم. السبب ده كل حجم التنميه الحقيقيه وشبكه الطرق العملاقه اللي بتربط كل محافظات مصر بعضها البعض. السبب ده ما قامت به الدوله والقياده السياسيه من توطين لمشروعات وصناعات جديده لم تكن بعد. السبب ده المناطق الصناعيه المنتشره وجاري تعميمها في كل محافظات مصر، وكان بالامس القريب افتتاح اكبر من 7 مجمعات صناعيه في 7 محافظات من مصر. السبب ده هو كيفية الدمج وتوجيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تكون قاطرة التنمية في مصر، وإحنا عارفين أن التنمية المشروعات الصغيرة والصغيرة المتوسطة قاطرة التنمية كل دول العالم، حجم الناتج فيها بيساوي من 40 ل 50% من إجمالي الناتج القومي. كل ده اللي أعطى مؤشر إيجابي وقال ودلل أن الاقتصاد المصري يسير بخطة ثابتة نحو الأفضل، بخطة ثابتة نحو آفاق أرحب، بخطة ثابتة نحو تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة قبل جائحة فيروس كورونا وبعد جائحة فيروس كورونا. كل المؤسسات الدولية بتقول أن الاقتصاد المصري الوحيد الذي نجا من الانكماش ومن التباطؤ في ظل أزمة فيروس كورونا. ما زال التصنيف الائتماني لمصر عندي بي موجب بنظرة مستقبلية مستقرة. كل دي إشادات يجب ان المشاهد المصري يبقى مدرك كل هذه الاشادات. كل ده لو شفنا ببساطه شديده، احنا ما زلنا حجم الدين للناتج القومي لا يتجاوز 87% وصولا الى 77%. شفنا النهارده العجز الموجود في الموازنه العامه للدوله ولقيناه 8.4. لو شفنا النهارده بعد ازمه وجائحه فيروس كورونا لاكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الامريكي، هنلاقي عنده عجز الموازنه عنده وصل في 30/9/2020 وصل الى 15% بناتب عجز قدره 3.1 تريليون دولار. حجم الدين الامريكي وصل ل 126.9 تريليون دولار. لو شفنا حجم الناتج القومي لامريكا اللي هي 20 تريليون، بيبقى معنا كده ان حجم الدين المحلي في اعتى اقتصاد عالميا وصل ل 130%. علشان بس الناس بتتكلم كتير على جزئيتين دول بالذات، انا عندنا عجز في موازنه، انا عندنا حجم الدين المحلي، ازاي الدين يبقى واصل لكذا؟ اكبر اقتصاد في العالم الدين المحلي وصل ل 130%. حبيت بس اقول الارقام دي للساده المشاهد عشان يعرف احنا ماشيين ازاي، واحنا وضع الاقتصاد بتاعنا شكله عامل ازاي، وعلى ارض الواقع عامل ازاي. مش من عندي مظبوط، دي كلها مؤسسات اقتصاديه ليها وزنها وليها قيمتها، مش احنا كمان اللي بنتكلم. طيب هاخد من كلام حضرتك يا دكتور خالد، المواطن المصري ازاي المواطن المصري يحس بيه كل المؤشرات اللي احنا بنتكلم عليها دي، وامتى كمان يحس بيها؟ يحس بالمؤشرات دي النهارده حصل بعد البحث والاستكشاف عن البترول. قدرت الدوله المصريه بفضل دعم القياده السياسيه قدرت انها تعمل اتفاق ذاتي من الغاز. بالامس كان في 12 اتفاقيه بحث وترقيب عن البترول علشان اصل الى مرتبه الاكتفاء الذاتي من البترول، وبقى مصر النهارده اصبحت مركز اقليمي للطاقه وقادره ان تسوق الطاقه خارجيا سواء الطاقه الكهربائيه او الغاز، وقدر ان هي تلبي كل احتياجات المصانع وكل الاحتياجات المطلوبه للقطاع الصناعي والقطاع المنازل، وقدر تمد المنازل لكل في كل عموم مصر بالغاز. النهارده البترول هو اعتقد خلال عام او عام ونصف على اكثر هيكون لدينا الاكتفاء الذاتي من البترول، وده اعتقد
مطلب اساسي لطموح كتير من المصريين. امتى المواطن المصري بيحس بعوائد التنميه اللي موجوده؟ النهارده لما بعمل صناعات وبعمل النهارده طبقا للمبادرات الرئيسيه اللي موجوده واعمل ان انا مجمعات صناعيه في كل محافظات مصر، الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان انا التشغيل عمال، الهدف منها ان انا بوجد فرص عمل في مشروعات صغيره ومتوسطه تستطيع ان تجد طموح لهؤلاء الشباب من خلالها. النهارده في خفض في اسعار هوازين المجمعات بالامس اكثر من 40,000 جنيه. تأجير المتر 20 جنيه. النهارده كل التيسيرات دي دعم الدوله لهذه المجمعات قال ان هو يعني اللي هيروح يتعاقد يعني مسؤوليه وزاره التجاره والصناعه ان هي تدي له رخصه سجل تجاري ورخصه صناعيه. وبالاضافه ان تعمل على التسهيلات الائتمانيه لتمويل العدد والالات اللازمه لهذه المجمعات الصناعيه. اكتر من كده ليه؟ الهدف من ده ايه؟ توطين صناعات جديده، الهدف من تشغيل عماله، يبقى عندي منتج قادر وقابل ان يعمل اكتفاء ذاتي للسوق المحلي. ان انا النهارده عندي فاتوره واردات وعندي عجز في الميزان التجاري يفوق ما بين 40 ل 50 مليار دولار سنويا. ان انا الاوان النهارده ان انا اقفز بهذه الارقام واحصل لنقطه تعادل، يبقى انا اللي انا بنتجه انا بستهلكه وعندي فرصه بعظمها ان المنتج بتاعي يقف على منصات التتويج خارجيا وهو مطلب ومطلوب في كل الاسواق العالميه. وشفنا في ظل جائحه فيروس كورونا ان المنتجات الزراعيه كان لها السبق والصداره في تصديرها كل دول العالم، واصبحت مصر هي المصدر الاول للموالح على مستوى العالم.